بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم، معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض chapter 1 theme 2. اول كلمه عندنا اسمها dig، ودج يعني يحفر، dig يعني يحفر، يحفر حفره مثلا، حاجات كده. فdig يعني ايه؟ dig يعني يحفر. الكلمه اللي بعد كده عندنا اسمها thick. thick يعني سميك، thick. thick يعني سمين، حاجه سمينه كده، يعني ايه كتاب، بص الكتاب ده تخين ازاي، فسميك يعني thick. hunt، hunt، hunt يعني يصطاد. الراجل ده واقف يصطاد مثلا بطة، بيصطاد وزة، بيصطاد عصفورة، فكلمة يصطاد يعني hunt، hunt يعني يصطاد. neck، neck، neck يعني رقبة، الرقبة بتاعتنا اسمها neck. map، map، والماب يعني خريطة، خريطة بقى لأي حاجة، خريطة للكنز، خريطة لمصر، خريطة مثلا للعالم. الخريطة أصلا يعني إيه؟ الخريطة دي أو الماب دي عبارة عن لوحة أو رسمة عليها أماكن وطرق الوصول للأماكن دي. يعني أنا في كايرو عاوز أروح مثلا طوكيو، أو عاوز أروح مثلا أي بلد تانية، فبشوف أنا همشي إزاي، أو هسافر هركب الطيارة هتمشي إزاي. فالماب دي حاجة مهمة جدا، هنتكلم عنها إن شاء الله لما نشرح الدرس، هنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. دي مجموعة الكلمات اللي إحنا كنا محتاجينها النهاردة، وإن شاء الله نكمل مع بعض في الفيديوز اللي جاية. بتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر أحمد الباشا، باي باي.